وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى فرض الجمعة على عباده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بمكة لا يستطيع صلاتها، فأقامها أهل المدينة وصلاها بهم أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه بنقيع الخضمات بحرة بني بياضة، وكان يصلي معه 40 رجلا من أهل المدينة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة وصلها يوم الاثنين، وأسس مسجد قباء في ذلك اليوم، ومكث في قباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 4 أيام، ثم ارتحل في صباح الجمعة في اتجاه المدينة. فلما أدركه وقت الجمعة في الطريق في حي من الأنصار اسمهم بنو سالم الحبلاء، نزل عن ناقته وصلى بهم الجمعة في بطن واد وليس فيه مسجد، وبني فيه الآن مسجد يسمى مسجد الجمعة، لأنه هو أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس في ذلك الوادي، في ذلك المكان الذي يسمى بطن واد، وهو واد من أودية المدينة بين قباء والمدينة. ثم بعد ذلك بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، ولم يزل يصليها صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على وجوبها، وأن من أنكر وجوبها فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وقد اختلف هل هي ظهر مقصورة فتكون شروطها حينئذ شروط الظهر، إلا أنها لا يصليها فذ، ولكن شروطها مثل شروط الظهر، لا يشترط لها حينئذ مسجد ولا عدد من الجماعة، وإنما يشترط لها أقل عدد تحصل به الجماعة. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وهذا الحديث عام في الجمعة وفي غيرها، ولا لا مخصص له من الشرع، وهو يدل على أن العدد المشروط لم يرد فيه أي نص، وقد صرح بذلك الإمام عبد الحق الإشبيلي، بين أن العدد لم يصح فيه أي نص. وعلى هذا فإن الذين يرون أنها ظهر مقصورة يرون أنها أحكامها أحكام الظهر من ناحية الشروط، والطائفة الأخرى ترى أنها فرض يومها، وهؤلاء اشترطوا لها شروطا، ولكن هذه الشروط لا يصح منها إلا الجماعة والخطبة، فالخطبة جزء منها، ولكن لا يشترط لها الجامع المبني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ببطن واد وليس فيه جامع، وكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصليها بمكة، والمسجد الحرام غير مبني، وإنما فيه البيت الحرام فقط، فالمسجد الحرام إنما هو المطاف الذي حول البيت وليس مبنيا في العهد النبوي ولا عهد الخلفاء الراشدين ولا عصور بعد ذلك. وكذلك لا يشترط عدد محدد، وكون الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد 12، وليس ذلك مقصودا، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء، ولا قال إنه لو خرج واحد منهم لبطلت الصلاة، فلم يرد في ذلك نص، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، فواحد يؤم ويخطب، واثنان يستمعان ويصلي بهما صلاة الجمعة، وهذا أرجح شيء في المسألة. أما كون المكان قرية أو البلد قرية، فهذا فقط مأخوذ من دلالات الوقائع، فكون الجمعة لا تجب على المسافر لم يرد فيه نص صريح صحيح، ولكنه محل اتفاق بين المذاهب تقريبا، لكن إذا صلىها المسافر صحت قطعا وأجزأته عن الظهر، وهذا محل إجماع. واختلف فقط إذا صلىها المسافر إماما هل تجزئه أم لا، فذهب الجمهور إلى أنها تجزئهم وتصح، لأنه لم يرد أي نص في استثناء المسافر، ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصليها بالقرى التي بين مكة والمدينة في الطريق. وذهب المالكية إلى أن ذلك مختص بالإمام الأعظم، لأن عمر كان إماما فرأوا اختصاصه به، لكن الاختصاص يحتاج إلى دليل، ولم يرد في هذا أي دليل، ولا فرق في الأحكام
بين الإمام وغيره، فكل مكلفون وأحكامهم في الصلاة واحدة. الإمام الأعظم مثل غيره من أفراد المسلمين في تكاليف الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، ولا فرق بينه وبينهم. أما من يقول إن القرية يشترط أن تملك قوت يومها قوت عامها، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وهو من المنكرات والبدع البينة، لم يقل به أحد قط في تاريخ الأمة من منذ أوجب الله الجماعة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لم يقل به أحد من أهل العلم ولا اعتبار له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بالمدينة، وكان محاصرا في الحصار الشديد الذي بينه الله في وقت الأحزاب، فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذا الوقت لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجمعة، و القرى التي تقرت واستقرت ونوى أهلها الإقامة لا يشترط لها عدد محدد، وإنما شرط المالكية للجمعة جماعة تتقرى بهم قرية عند بدء نشأة القرية، أن يكون القرية تتقرى بجماعة تريد الاستقرار في هذا المكان وتريد البقاء فيه وتنوي ذلك، ولها مؤهلات للبقاء. أما بعد تقرير القرية وبعد وجودها وبعد وجود الأبنية واستقرار الناس، فلا يشترط شيء من ذلك. والله يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم، يستجيب دعاءكم ويحقق رجاءكم، ويصلح لكم الدين والدنيا والآخرة، ويجمع على الحق قلوبكم. أما بالنسبة لاستعمال الميكروفون المكبر للصوت، فهذا من الآلات مثل استعمال هذا الهاتف، ومثل استعمال الملابس التي نلبسها، ومثل استعمال السيارات والمراكب التي نركبها والبيوت التي نبنيها، لم تكن في العهد النبوي، وإنما هي من نعم الله المتجددة التي أنعم بها علينا. وأولى ما تستعمل فيه هذه النعم طاعة الله. وكثير من الناس يسمع الناس يطلقون على الميكروفون البوق، وهذا ليس اسمه، ولا يطلقه عليه إلا بعض عوام الحسانية، بعض عوام الناس باللهجة الحسانية. والبوق إنما هو قرن لدى اليهود ينفخون فيه، فهذا الذي لا يستعمله المسلمون وهو لليهود. أما المايك المكبر للصوت، فأصواتنا الآن ضعيفة جدا إذا قورنت بأصوات الصدر الأول، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره في داخل المسجد، فتسمع خطبته من البلاط، والبلاط بينه وبين المسجد 500 متر، أي 1000 ذراع تقريبا، نصف كيلو. وكان كثير من النساء يحفظن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيوتهن وهو في مسجده، هذا يدلنا على رفع أصواتهم، وأن أصواتهم أقوى بكثير من أصواتنا، لا يمكن مقارنة بينها. واستعمال المايك لرفع الصوت وإسماع الناس هو من التعاون على البر والتقوى، ومن أظهار شعائر الدين وعزته، وهو مطلوب لا شك، مطلوب شرعا، ولكنه ليس واجبا، فإنما استعماله من التعاون على البر والتقوى، ومن استعمال نعمة الله فيما يرضيه ويقرب إليه. الله يكرمكم ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم محمد الحسن الددو.